أو أكثر المبتعثين أني أدخل MBA عشان أروح السعودية أصير مدير على طول، وهذا اكتشفت أنه خطأ، لأنه learning leadership كلهم يعتمدوا على بعض، مستحيل تصير مدير إلا إذا أنت فاهم. الملحقية كانت عندها ما تبغى تعطي تكمل درجة ماجستير إلا في تخصص ريليتد لتخصصك، فبالتالي رفضوا أن أكمل MBA، فرجعت مرة ثانية إلى الIT والكمبيوتر إنجينيرينج في جامعة ستيفنز. فكون أنها جات خيرا الملحقية رفضت التخصص، أذكر الدكتور محمد العمر بالذات هو اللي كلمني قال خلي تخصصك ريليتد لدراستك أفضل لك. ففعلا كملت كمبيوتر إنجينيرينج، وقعدت في صراع مع الكمبيوتر فترة طويلة من الزمن. صح أني كنت أحب الكمبيوتر أنا صغير، لكن اكتشفت أنه اللي قاعد أدرسه ما له أي علاقة بالناس اللي تستخدمه. إحنا شغالين خلف الكواليس، ما إحنا شغالين قدامك اللي تشوفه في شاشة الكمبيوتر. خلال مرحلة الماجستير قررت أني أتزوج، وفعلا تزوجت، وكانت زوجتي تدرس في ولاية تكساس، وكان والدها الله يرحمه مرافق معها. فكنت حريص جدا أني أخلص الماجستير في أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت بدأت أبدأ وأبحث عن وظائف، فتفاجأت أنك لا تستطيع أنك تشتغل في أمريكا. تشتغل في أمريكا إلا في حالة عندك وجود OPT. OPT اللي هو Optional Practical Training، وهذا نفس نظام الإميجراشن في الحكومة الأمريكية. عشان نفهم إيش يعني OPT كنت أحتاج أن أبحث وأسأل International Office، لأنه هو المرجع الوحيد الصحيح في أمريكا تتكلم عن OPT. الانترناشنال أوفيس قالوا OPT عندك أكثر من نوع، بس المعروف والمستخدم دائما نوعين: Pre-Completion OPT و Post-Completion OPT. البري يستخدم خلال الدراسة، وهو خاصة لطلاب الماجستير والدكتوراه، بعد ما يخلص من الكلاسات يكون عنده وقت يجهز نفسه في البداية لكتابة البحث حقه، فهنا يقدر يشتغل على أساس OPT. البوست كومبليشن وهو أكثر شيء إحنا نسويه المبتعثين أو الطلاب الأجانب، بعد ما تخلص الدجري أورد تصير الآن تقدر تشتغل في أمريكا لمدة سنة، أساس تقدم عليها البروسيجر ما هي صعبة مرة سهلة، أي واحد يقدر يقدم عليها، بس المسألة تأخذ وقت، فالواحد لازم يحسب تماماً كم الوقت اللي يحتاجه عشان يقدم على OPT، والأغلب يوصل إلى 90 يوم، حوالي 3 شهور. كمان يعني واحدة من الفرص اللي الواحد مستحيل يعني تتكرر له في حياته، يعني خاصة إن هنا يعني لما تروح عندهم تقول لهم أبغى أشتغل عندكم بلاش مثلاً، يعني على طول حيقولون لك تعال، يعني مجرد يعني أنت قاعد تعطي خدمة أوكي، وبعدين أنت بمهاراتك وبسكيلز حقتك ممكن أنك يعني تخليهم يجذبون فيك، وبعدين يطلبونك تقول لهم بمشي، يقولون لك لا والله إحنا نبغاك كم الراتب اللي أنت تبغى. وهذا اللي أنا سويته، يعني بديت معهم يعني انترنشيب، وقعدت معهم 3 شهور، بعدين قلت لهم والله أنا خلاص أنا أبغى أرجع الجامعة وراح أدور شغل، قالوا أنت تبغى تشتغل تقعد معنا، ليش تروح وخلاص حنا عرفناك، وبدل ما تروح تقدم مكان ثاني. وعطوني قد أوفر وجلست معهم سنة يعني تقريبا، والحمد لله يعني إن شاء الله الحين الOPT كمان يعني ممكن يكون أفضل لما يكون واحد فاضي بدون جامعة، يعني حتى يكون عندك فول تايم تشتغل، وغير إن البار تايم 20 ساعة في الأسبوع يعني، لكن الفول تايم تقدر تشتغل 40 ساعة، معناها إنه يعني ممكن تشوف كل المشاكل أو كل الأشياء اللي في الشركة. الأخوان قالوا لي إن كانوا في الكارير فير حق الملحقية في نهاية الديس في العام الماضي، في شركات سعودية أمريكية معها سوت اتحاد مع شركات سعودية وقاعدين يوظفوا سواء في أمريكا أو في السعودية، فأنا سويت CV أو رزومي وقدمت على الشركة، ويبغوا 3 سعوديين من المبتعثين خريجين ديسمبر 2012. زي ما انت عارف السعوديين كثيرين يتخرجوا فيها كل سنة يتخرجوا، فكان تحدي جدا صعب ومنافسة مرة قوية انك تقدم من بين هذول السعوديين تنقابل فيهم، وما حد احد كلمني الا يعني فترة طويلة قعدت ما حد دق علي وحد سألني. فجأة جاني اتصال من البزنس يونيت مانجر في السعودية لاري أتكنز، واحد مهندس امريكي
كلمني بالتليفون انترفيو سريع عن الادوكيشن ايش الاكسبيرينس حقتي ايش اتوقع ايش اتوقع انا من الشركه هذه. قبل ما يسالني انا ايش اعرف عن الشركه هذه انا سويت بحث سريع عن الشركه، وهذه واحده من التيبس اللي الواحد يسوي انترفيو نتعلم منها ايش يسوي. اكثر طلاب الكمبيوتر ما عندهم فكره تماما انه الاويل اند غاز في مجال لنا كبير جدا فيه اللي هو الاوتوميشن او الكنترول سيستم بالتحديد. متعودين نتخرج كمبيوتر نتوركينج سكيورتي ويلا ندعس. فأنا تفاجأت إنه في شيء اسمه أوتوميشن أند كنترول سيستم في الأويل أند غاز، برغم إن أعرفك أنا ميكانيكال إنجينيرز كثير وسيفلز كلهم أويل أند غاز، بس عمري ما توقعت إنه في شيء اسمه كنترول سيستم ولا كيف يدار المصانع هذه، سواء مصانع الأويل أند غاز ولا الفود ولا السيارات ولا أي شيء من القبيل. First, Yusuf was hired by our Mustang Saudi office. بداية يوسف تم توظيفه من قبل فرع الشركة في السعودية، وبدأ معنا في شهر مارس أو أبريل تقريبا، وكانت بعض المشاريع التي أعطيناه للعمل عليها عبارة عن نموذج عن بعد، وقد طور بنية النظام والتحكم به، كما عمل أيضا على كتابة دليل إجراءات أمنية للمشاريع عن بعد، والذي لم يكن جزءا من عمله ولكنه فعلها للمساعدة في إجراءاتنا وأنظمتنا. عمل بشكل ملتزم ومنضبط، وكما أن عمله في نظام التدريب يعد الإضافة الحقيقية التي قدمها لنا. لقد أصبح لدينا الآن نظام تحكم متطور. لقد وضعنا يوسف أمام تحد يتمثل في برمجته وإعداد رسوم لينتقل للمرحلة العملية. فكل ما لدينا هو نظام وبعض الأنابيب والمعدات، وفعلا اجتاز ذلك التحدي وبرمج النظام بالكامل بنفسه عن طريق السؤال الدائم والبحث في الإنترنت وما إلى ذلك. لقد أرانا أن لديه قدرة على المبادرة، لأنه حقيقة لم يكن لدينا الكثير من المساعدة لنقدمها له، قام بفعل الكثير بنفسه. النظام لا يعمل بالكامل تماما حتى الآن، لأننا لم نقم بتوصيله مباشرة، لكنه أنهى مراحل التطوير جميعها. But he has done all of the development work so far. العيال واحدة من الأشياء الجميلة في الشركة أو في الكور فاليو حقت الشركة اللي هو people، اهتمامهم بموظفينهم. واحدة من الأشياء هذه إنه تلاحظ إنه ما في فرق بين المدير مهما كان المدير كبير أو صغير وبين الموظف أو الإنجينير أو الديزاينر. الشيء الثاني حتى في الباج حقنا ما في اسم الموظف فقط. ما في انه انا كمبيوتر انجينير انا ميكانيكال انجينير. Well, I think it's very important. أظن أن الخبرة مهمة جدا. أخذ الخبرة العملية شيء مختلف عن أخذ التدريب. إن الخبرة العملية أمر مهم وقيم جدا. إننا عادة نأخذ كل الطلاب الخريجين الجدد ونقوم بضمهم إلى بعض المهندسين وأصحاب الخبرة في المشاريع ليتعلموا منهم. لذلك أظن الخبرة العملية وتعلم كيفية العمل مع فريق أو ناس مختلفين يعتبر أمرا مهما للغاية أكثر من مجرد التدريب. The idea of getting the practical experience to go ahead and learn how to work with other folks, work on teams, but to do it in a manner where you're actually doing productive work rather than just a training exercise is really beneficial. كنت جالس في أحد الأيام في مكتبي في 4th of July قبلها بيوم، دخل علي Global Engineering Manager ومع ديبارت مانجر، وكل واحد مع آيس كريم والثاني مع مناديل، ويقولوا هابي اندبندنت داي لموظفه. فطبعا تفاجأت لما دخل علي الجلوبال انجينير، يعني هذا الإنسان ما أشوفه مرة إلا في الاجتماعات الكبيرة، وأحيانا ما قابله مرة بالشهور يعني. فهذا شيء جميل، واحد من الأشياء الحلوة في الشركة. أيضا المكاتب تزينها بالطريقة اللي تبغاها. إحنا الآن في نهاية السنة عندهم احتفالية في أمريكا اللي هي الكريسماس، كل واحد جايب في المكتب حقه الشيء اللي يبغاه، يحطها من ديكور من أشياء حلوة. الحين أوريكم أول مشروع أول ما وصلت فيه في الشركة اشتغلت. دلتا في ترينينج سيستم، كان في أعطوني المعدات موجودة على الطاولة والبلاك بورد، وطلبوا مني أن أركبها مع بعض وأوصلها الكهرباء، أتأكد أنها شغالة، بعدين أسوي كونفيجريشن عشان السويتشنج والراوتينج والآي بي أدرسز لكل كنترول في هذه الأشياء، الباور سبلاي، السيفتي سيستم. وهذه الأشياء القطع هذه هي تستخدم الآن في المصانع،
وهي تعتبر من الكنترول الحديث الدلتا في اس سيريس من شركة إميرسون. Well, I think his IT background. إن خبرته في مجال تقنية المعلومات كانت مناسبة للاستفادة منه في المشاريع عن بعد والتصاميم والشبكات وأمور أخرى يعرفها أكثر مني والتي تخص التقنية وتفاصيلها. لذلك أظن خبرته في تقنية المعلومات كانت مفيدة، وبالذات دليل الإجراءات الأمنية للمشاريع كان تخصصه مفيدا كثيرا في ذلك. طبعا الستاجنج اريا هذه غرفه حوالي 20 متر في 20 متر يصير فيها الانتجريشن والكونفيجريشن التستنج فور اني ديستريبيوتد كنترول سيستم اللي هو دي سي اس او بروسيس كنترول سيستم. هذا الشيء يستخدم في المصانع او حتى في الاغذيه والاطعمه لما يسووا في يعني اشياء الاوتوميشن. هذا ما يمدي احد يدخل عليه، لازم يكون الباج حقك مسجل، وحال الدخول ما هو مسجل راح يدق جرس انذار لأنه تحتوي على أجهزة وسيرفرات حق الشركات وكلاينت كثيرة موجودين عندنا. أحد الأشياء اللي اشتغلت عليها وما توظفت في ماسن كان مشروع بناء سيستم تدريبي للشركة. شركة إميرسون تبرعت لماستنج بكل المعدات، بالبروسيس كنترول، بالإنسترومنتيشن اللي نستخدمها في هذا المشروع. جزء منه اللي هو قسم الانسترومنتيشن ديبارتمنت سووا ركبوها، فكان دور الاوتوميشن زي ما شرحنا في المكتب انه ايش الاوتوميشن، دورنا احنا نبرمج السيستم هذا، نسوي له كونفيجريشن، نسوي له تيستينج على اساس انه يشتغل مع هذا الموديل اللي عندنا. من اجمل الاشياء اللي اعطوني اياها الاوتوميشن ديبارتمنت ان اعطوني الفرصه اني اشتغل على مشروع من السكراتش، اعطوني فقط الاجهزه انا سويتها، بنيتها من الصفر الى صفر. أول شيء كان عندنا الموديل هذا، هذا جانا جاهز من شركة إميرسون، عبارة عن نقدر نقول داون ستريم أب ستريم، كأنه رفاينري صغيرة، في كومبرسر تحت، في بامبز، في وايرلس تمبريتشر ترانسميتر، في ليفل ترانسميتر، في كنترول فالف. الفكرة أنه إذا جانا موظف جديد أو نيو هاير نعلمه كيف يشتغل هذا. هذه الأشياء كلها تقاس وتحسب عن طريق الكنترول سيستم أو الدي سي اس، وهو الدلتا في اس سيريس من شركة إميرسون، واحد من أحدث الكنترول في العالم الآن موجود. في حالة صار خطأ أو مثلا ارتفع الليفل حق الليكوت اللي داخل هنا، بدل ما يطلع علينا برا في شيء يسموه الاس اي اس سيستم انسترومنت سيفتي، عاطوا يوقف أي خطأ يصير. كل هذه الأشياء لازم توصل بكهرباء، توصل بوايرز لهذا السيستم عشان تشتغل. قبل كده لازم تكون مبرمجة. الأشياء هذه تكون مشبوكة أحيانا في نوع من الشيء يسموه شارمز، هذا شيء developed by Emerson للبلاتفورم اللي هي منصات البترول البحرية، لأنه زي ما أنت عارف مكان راح يكون ضيق جدا وما في إمكانية نحط الأشياء هذه كلها، فسووا هذا الشيء. هذا شيء جديد، أحس بفخر لما يجي أي واحد يتفرج على السيستم يلاقي اسمي مكتوب عليه، من كل الشركة يقدر يشوف اسم من سوى السيستم هذا. أحد أهم النصائح للطلاب الأجانب والطلاب السعوديون تحديداً أن يحظوا بخبرة عملية حقيقية، وما نحرص عليه هو أن يكونوا جاهزين للسوق ولديهم مهارات مطلوبة حتى يستطيعوا خلال سنة التدريب العملي الاختياري، وهي أفضل وقت ليظهروا مهاراتهم فيه ويثبتوا لصاحب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية أن لديهم هذه المهارات. وبدون التدريب الاختياري ليس لديهم نظرياً أي فرصة للحصول على وظيفة، لأنه صعب جداً أن تنتقل من الجامعة إلى العمل مباشرة بدون التدريب العملي الاختياري. إنه مهم جداً directly to an employment without the OPT. OPT is critical. الله يبارك فيكم. الحمد لله حصلت على درجة ماجستير في إدارة الأعمال. زوجي كان حريص أني أقدم على OPT عشان أحصل على خبرة عملية من أمريكا وكون جاهزة للسوق السعودي. باختصار، بدل ما أكون جالس مرافق مع زوجتي وأخذ راتب مرافق، قررت أني أبحث عن حل آخر، فوجدت OPT أفضل الحلول. وبعد ما خلصت الماجستير فعلا قدمت على OPT، حصلت على OPT، بحثت عن وظيفة لقيتها. خطوات سهلة، تسأل الانترناشنال أوفيس إيش الخطوات، تبحث عن وظيفة، تجمع الخطوتين مع بعضها، تبدأ تداوم،
تجيك كرشين تفك عنك أزمتك المالية. عزيزي المبتعث، عزيزتي المبتعثة، اسأل عن الـ OPT ولا تتردد، اسأل في الانترناشنال أوفيس، اسأل خوياك، ابحث عن وظيفة في سوق العمل الأمريكية قبل ما تروح السعودية حتى تكون جاهز لسوق العمل السعودي.